وسهلا فيكم بحلقه جديده من دراسات نفس جسديه حلقه اليوم رح بحكي عن موضوع حساس ومنخاف منه بعض الاحيان او بعض الاشخاص بيتجنبوا انه يحكوا عنه هو مرض السرطان بس موضوعنا اليوم هو رح نحكي نحن عن اشخاص عم بيتابعوا اهلهم عندهم الاب او الام عندهم مرض السرطان واكيد بسرني بهذه الحلقه استقبل الاخصائيه الاجتماعيه زينه شخطوره اهلا وسهلا فيك زينه ميرسي دكتور كيف الصحة الحمد لله ماشي الحال كيف نشكر حلقتنا اليوم موضوع حساس آه ومنعرف نحن حتى بالثقافه تبعتنا وبثقافه الثقافه العربيه بنتجنب نحكي عن مرض السرطان حتى منسميه بعض الاحيان بهيداك المرض م او ما منسميه حتى آه فاليوم رح نحكي عن هذا الموضوع يلي انت عملتي دراسه عنه بكليه الصحه بالمتابعه النفس الجسديه بالجامعه اللبنانيه. آه اولا انا بعرفك كثير منيح انت احد الطلاب الشاطرين كثير وعملت دراسه عن هذا الموضوع بس اكيد المشاهدين حابين يتعرفوا عليك اكثر حسب تقدري انت بشو تخصصتي زينة وليش نقيتي تعملي متابعه تعملي اختصاص متابعه نفس جسديه واخر شيء شو كانت الدراسه شو موضوع الدراسه تمام. اوكي انا اخصائيه بالعمل الاجتماعي نعم. درست ارشاد صحة اجتماعي بالجامعه اللبنانيه تخرجت بال 2012 نعم أه وعم بشتغل بالعمل الاجتماعي نعم أه السنه اللي قبلها قررت انه أه تخصص بالمتابعة نفس جسدية لعدة لا. اه أسباب لأنه بحياتنا اليومية كلنا منعيش ضغوطات كلنا منعيش اه اه اشياء بتسبب لنا مشاكل اضطرابات نفسيه قلق نفسي اه انكزايتي اه يمكن نوصل بعض الاشخاص بيوصلوا للدبرشن. اكيد نوصل لديبرشن في حال ما قدرنا بمحل نقدر نكون عم نعالج حالنا بمحل صحيح اه فهيدا كله هيدا بينعكس على جسدنا على صحتنا الجسديه اه ف قررت اعمل هيدا الاختصاص تحت اتعرف اكثر اقدر اساعد الاشخاص اول شيء بمجالي كوني اخصائيه اجتماعيه وبتابع اشخاص عيال اولاد عندهم مشاكل اجتماعيه تحت اساعدهم يطلعوا من هالأزمة اللي عم بيعيشوها وتحت كمان انا كمان اكون عم بساعد حالي من الناحيه الشخصيه والمهنيه حلو كثير آه هو في كثير اشخاص بفوتوا بيعملوا متابعه نفس استاذيه كمان تيتابعوا مثل ما قلتي حضرتك تيعرفوا اكثر بعلم النفس تيعرفوا تا تاثير آه النفس على للجسد. وصرنا ايدينا لعدة مرات انه التاثير تبعول النفس على الجسد كتير كبير وهذا اكبر دلالة حتى العلماء وحتى الاطباء الحاليين بيعترفوا انه بيوصلوا وقت لخط انه ما في سبب فيزيولوجي لاضطراب آه لاضطراب معين آه بيقولوا لنا بيقولوا للمرضى انه يا عمي في سبب ستريس او قلق نفسي آه عم بياثر عليه صحيح 100% سبب نفسي عم بياثر على الشخص وعم يظهر عنده الاضطرابات النفس جسديه آه زينة اذا هلا بننتقل لنحكي شويه عن الدراسه اللي عملتيها اللي آه مثل ما قلت ببدايه البرنامج آه هي عن موضوع شوي حساس وهلا حاليا صرنا بنحكي عنه اكثر مزبوط وصار صار المجتمع مفتوح اكثر ليحكي عن مرض السرطان مزبوط فاولا ليه نقيتي هذا الموضوع وشو كنت شو كنت اذا بدك البوبولاسيون او الاشخاص اللي اشتغلتي معهم مين اني قديش عمارون وكنت الدراسة إحصائية أو دراسة حالة أو شيء أوكي اول شيء انا نقيت هذا الموضوع ناتج من خبره شخصيه انا عشتها بقلب البيت آه. كنت مرافقه والدي ويل بمرحله سخونته كمان كان عنده كانسر. وشفت قديش عائلة المريض بتتأثر صح. وبتتعب وبتتأثر نفسياً وجسدياً بهذا <applause> المرض لأنه هيدا إذا بدنا نعتبرها مثل شوك بتجي على العائلة من أول ما ينعلن المرض لآخر المراحل أه فقررت أعمل هذا، قررت أشتغل على هذا الموضوع أه ونقيت اشخاص من عمر 15 ل 45 سنه لا. لانه بعمل... ليه ليش هال... ليه الترانج داج نقيتيها 15 ل 45؟ بنعرف بعض الاحيان بالدراسات بنقوا مرحله المراهقه او مزبط. مرحله الرشد او مرحله الطفوله، م. ليه حضرتك نقيتي بين هذه المرحله ما بين المراهقه والرشد؟ أه لانه بسن ال 15 سنه, سنة بسن المراهقه بيصير الولد واعي يعني عارف شو عم بيصير حواليه بيصير قادر يتحمل بعض المسؤوليات أه بالحياه مع اهله بقلب البيت أه حتى بيقدر يعبر أكتر وبيقدر يعني بيكونوا يعبر اكثر بيكونوا الصغار بيكون ما بيقدروا يعبروا كتير اكيد عن المشاعر عن الاحاسيس تبعولهم مية بالمية أه و... والعمر الاكبر لانه كمان الاشخاص بمحل بدهم يتحملوا مسؤوليه مع اهلهم بقلب البيت بدهم بدون يتابعون في امور يوميه لازم يكونوا عم بيمشوا فيها صحيح مية 100% صحيح زين هون بدي بدي اطرح سؤال هل لاحظت انه في فرق ما بين عمر المراهقه والعمر الرشد على صعيد التعامل هلا بعرف كثير منيح حضرتك عملتي دراستك دراسه احصائيه يعني جمعتي اشخاص وعملتي دراسه احصائيه صح. اشخاص عم بيشتغلوا او عم بيتابعوا مثل ما قلت حضرتك مع الوالد او الوالده يلي مصابين بمرض السرطان بس انا هون كمان بحب اعرف والمشاهدين اكيد هل في فرق بالمعامله او المتابعه ما بين شخص راشد وشخص مراهق؟ اكيد ببعض المطارح بده يكون في بده يكون في فرق بيمكن التعبير بتقبل الموضوع بالتعامل معه بالانفعالات يلي بتنتج من الشخص بنضجه هذا آه، كله أكيد بيأثر آه، بس النتيجة يمكن إذا بدك أنه هي وحدة كله الآن كله خايف كله عنده هوس أنه يخسر شخص آه، بيحبه كله عنده خوف من المجهول يلي جاي يلي منه عارف شو ناطره بكرة أو هلأ بعد ساعة آه، فهيدا الـ هيدا الـ وأمتين كنت العائلة أكتر شي تخاف يعني تلاحظي أنه أكتر شي خايفة آه خلال المتابعة النفس الجسدية اللي عملتيها مع العائلات الكتار اللي شفتيهم آه العائلة بت... من أول ما ينعلن المرض بيكون في خوف نعم. اوكي بس حسب درجة المرض حسب لوين واصل المرض إذا كان بالمرحلة الأولى بالمرحلة المتوسطة ولا بالمرحلة النهائية أكيد بالمرحلة النهائية بيكون الأشخاص مضطربين أكثر عايشين قلق أكثر عايشين خوف أكثر آه، هيدا الـ هيدا, الـ هيدا اللي بيفرق صح. بس بكل المراحل إذا ما كان في متابعة وشخص واقف حد الناس أو أفراد العائلة تبع الشخص المريض هيدا الشيء كمان آه بيأثر عليهم آه زينة طب هون كمان سؤال بترحاله انه العوارض اللي كان يعيشها هالشخص اللي عم بيتابع اهله امه او بيو وعم بيشوفهم عم بيشوف امه وبيو عم يتالموا عم كمان قول يمكن الم جسدي عم يتالموا نفسيا طيب كمان هذا الالم النفسي اللي عم بحسه الاب او الام يلي عندهم مرض السرطان عم عم ينقلب عليه او عم كمان هذا الشخص وعم بحس فشو من بعد المتابعه يلي عملتيها مع الاشخاص المتابعين م. للاشخاص لاهلهم يلي عندهم كانسر، شو هن اكثريه الاضطرابات اذا بدك النفسيه او الاضطرابات بشكل عام أوكي. يلي شفتيهم عن هاد الاشخاص؟ اكيد الشخص يلي عم بيتابع المريض بيكون عايش ستريس كتير كبير. هذا الستريس بيأثر على اذا بدك بيتدرج اونيفو اسبري على صعيد الروح على صعيد الروح بيتاثر على صعيد الجسد على صعيد التصرفات نعم no. آه فينا نقول انه الانسان بيصير عايش قلق دايم عنده افكار دائما عم ترجع تعاوده افكار آه افكار اذا بدك آه قلق بمحل خوف من المستقبل آه عنده بصير منه قادر يكون عم بيركز لا على شغله ولا على درسه آه منه قادر يستوعب الامور بصير آه آه عنده تروبل دو ميموار بمحل يعني اوقات ما بقعد يتذكر الامور اللي عم بتصير مش الامور اللي عم بتصير ما بقعد يتذكر آه يعني بصير عنده الاشياء الحياتيه يمكن بصير بسبب الستريس اللي عم بيعيش تروبل دو ميموار صحيح تروبل دو ميموار يعني بصير حتى الاشياء اللي هو معود عليها بحياته اليوميه بصير ينسيها لانه هذا هذا اكبر دليل بنتذكر كثير بديح آه انه القلق بأثر تاثير مباشر على الذاكره تبعون الانسان اكيد آه كمان اذا بدك من ناحيه الجسد يمكن لانه بصير يقلق كتير آه ببطل ينام منيح راسه بصير يوجعه بصير عنده اوجاع كرامب بيعمل كرامب بجسمه آه اوجاع بالظهر هون عم يعني نشوف آه صوره بالاسم منك زينه عن الستريس وقديش بياثر على على الجسد جسد. يعني على السيرفو على المخ على القلب حتى على الجهاز الهضمي يعني كله بياثر على على الانسان بصير في يمكن بمحل دقة قلب سريعة، ضغط تعرق ضغط بي بي بيلعب بمحل أه مثل ما حضرتك قلت يمكن اوقات بيصير في اكتام قد ما الانسان بيصير شادد على حاله او العكس صحيح صحيح أه أه بيصير كذا عوارض كلهم هول العوارض شفتيهم كلهم موجودين عند الاشخاص اللي كانوا عم يعملوا متابعه لاهلهم؟ اكيد اوقات اوقات كانت تكون واضحه هن نحن وعم نحكي سوا واوقات بمحل هن كانوا عم بيعبروا لي نعم. انه بحس بضيقه نفس بحس برفلو كل هالامور صح. هن بيعبروا شو القصص يلي عم بعيشوه. وكان في احلام يعني كانوا يحكوا عن أحلامهم إنه في كمان كوابيس او شيء بيحكوا عن كوابيس آه لانه بصيروا كل الافكار يلي يعني عم بيعيشوها بصيروا يفكروا فيها حتى بالليل صحيح صحيح لانه عندهم قلق طول الوقت قلق الموت 100% بالمئة آه يعني خايفين طول الوقت انه هذا الشخص يخسروه مثل ما قلتي حضرتك شغله كثير اساسيه عند الاشخاص اللي بيتابعوا الشخص عنده حدا من العائله عنده سرطان انه عندهم قلق الموت بخافوا انه هذا الشخص يخسروه فمن هيك بصير في عندهم هالتكرار للكوابيس هالتكرار للاحلام لل... البشعه بتصير بتصير معهم، طيب بس بدي زي نعم. زيت كمان الاسترس بيأثر على تصرفات الإنسان، يعني نحن نعم. بنشوف بمحل يمكن بيلتجي إنه يشرب قهوة كثير، بيلتجي إنه ما يعد قادر يكون عم بيروح على شغله بشكل دايم أو فعال فعال، ما بيقدر يعطي بالمدرسة الولد بيتأثر بيتراجع بعلاماته، بصير يمكن يهرب أوقات من البيت، أوقات بصير يقضي وقت أكتر بقلب البيت، أوقات بصير ياكل بشكل غير متوازن اوقات بيفقد الشهيه على الاكل لكن هون كمان زينه انا حابب اعرف بالنسبه للنتائج تبع okay. الدراسه اللي حضرتك عملتيها بالماستر اكومبانيمون بسيكوسوماتيك المتابعه النفس الجسديه مزقود. بالجامعه اللبنانيه بكليه الصحه العامه شو كانوا هالنتائج؟ شو شو ارقام هذه النتائج؟ و... و... وقديش هالارقام ساعدتك لتحليل او معرفه هذا الشخص مم. يلي عم بتابع امه او بيو يلي عنده الكانسر اوكي أه كان كثير واضح عنا من خلال الدراسه اللي عملتها قديه الاشخاص مثل ما قلنا كذا مره بحل قلب الحلقه عندهم خوف انه يخسروا هالشخص يلي مرافقينه يلي هو حدا كثير عزيز عليهم من اهلهم يعني امهم او بيهم صحيح. كان عندهم قلق دايم أه يعني وصلت تقريبا ل 60 66% 76% كان عندهم خوف انه يخسروا أه هيدا شخص ان كوز دو مار أه يخسروا شخص عزيز عليهم أه كان في عندنا أه بحدود كمان بال 60% اشخاص أه أه خايف خايفين خيفي من من وجع المريض او المعاناه اللي هو عم بيعانيها يعني خايفين انه المريض عنده يكون عم يوجع او شيء شوف هذا ارقام كثير عاليه اكيد يعني. وفي كمان عدد هلا ماني حافظه بالمضبوط قديش بالميه بس في كثير اشخاص كانوا خايفين من التغيير يلي بده يصير بقلب العائله يمكن تغيير من بعد الموت مين بده يحمل هالمسؤوليه كيف بدها تصير العلاقات بقلب العائله كل هالامور وبالنسبه للاضطرابات النفس الجسدية اذا بنرجع شو كانت اكثريه الاضطرابات النفس الجسدية اللي ظهرت عند الشخص اللي عم بتابع ام او بي عندهم السرطان اوكي آه، كان في عدم قدرة عن النوم آه، كان في اشخاص عم بيعانوا وجع راس آه، اوجاع ظهر كان في رفلو كان في امراض آه، اوجاع بال اضطرابات بالجهاز الهضمي آه، كان في آه، آه، توقف او تخربط بالميعاد عند البنات أه وكذا كذا شغله كمان كرامب بالجسم طيب زينه هون بدي اسال سؤال كمان يمكن حضرتك شفتيه انت وعم تعملي الدراسه كيف حضرتك قدرتي تساعدي او كيف منساعد الافراد يلي عم بيتابعوا اهلهم او عم بيتابعوا حيال حدا من عيلتهم عنده مرض السرطان يعني كيف منتبعهم كيف بنساعدهم بهيك حاله أه بهيك حاله لازم الاشخاص أه أه لازم الاشخاص اللي عم بيتابعوا أه شخص مريض بقلب البيت يكون في عندهم متابعه متخصصه من اشخاص متخصصين لا. فريق كامل يعني من, من الحكيم لا أسيستانت سوسيال لا بسيكولوج يقدروا يكونوا عم بيرفئوا الاشخاص تحت يكونوا عم بيعبروا عن اذا بدك عن معاناتهم عن افكارهم عن قلقهم يقدروا يرجعوا يتحملوا عبء المرحله اللي جايه يعني المتابعه المهنيه اساسيه اكيد خلال هذه المرحله وما فيها شيء اذا الواحد طلب المساعده اكيد هذا اللي بدي اوصل له انه ما حدا يستحي او يتردد ويطلب يطلب مساعده لانه الحمل بيكون كتير كبير واذا اذا الاشخاص ما ما طلبت المساعده جسمه رح يتفاعل بطريقه سلبيه عليها لانه الانسان وقت ما يكون قادر يعبر ولا يحكي ولا يكون في حدا حده عم بيعطيه الدعم او يسمع له بمحل هذا الشيء بده يترجم كله بجسمنا وهيدا الشيء رح ياثر علينا وبطل يخلينا نكون قادرين نكون صحيح. عم نتحمل مسؤوليات صح. او نفكر بطريقه ايجابيه. طيب لكن اول نقطه هي انه نطلب المساعده من م. الاخصائيين لانه اكيد هو الاخصائيين ماري عليهم كثير حالات 100% بالمئة. وشغلين شغلين مع كثير حالات وساعدوا كثير حالات اكيد شو نقطة الثانيه كمان بنقدر نساعد هذا الشخص يلي عم بتابع اهله ويلي معهم كانسر؟ نساعده يخفف الضغط عنه ان كان بالطريقه التعبيرية اللي هو بده اياها صحيح. كان بالحكي او نوجهه على على شيء هو بحب يعملوا يطلع هيدي الطاقة السلبية منه يمكن ناس تقدر تقعد تسمع موسيقى على الرايق. يمكن تقدر تكتب يمكن تحب ترسم بمحل نخليه يكون عم بيعبر بهيدي الطريقة حتى يطلع المشاعر القاسية جواته في أشخاص حتى بيلتجوا للصلاة في اشخاص بيلتجوا للانزواء في اشخاص بيصيروا يمارسوا نشاطات معينه رسمت ما موسيقى او ممارسه او تعلم لغه جديده مثلا مزبوط. ممارسه في الرياضة يروحوا على يعني بيصيروا يستعملوا هذه الطرق تيخففوا من القلق تبعهم واكيد كل واحد بيلاقي ما بعرف اذا زينب بتوافقيني رايي كل واحد حسب كمان تقسيمه النفسي بيلاقي الطريقه المناسبه تيخفف من القلق تبعه اذا الولد كان بالمراهقه وعم بيشوف امه او بيو عم بعينه من مرض السرطان شو افضل نصيحه بنقدر نعطيهم اياها خاصه انت كاخصائيه بالعمل الاجتماعي انا بعرف كثير منيح عند عند المراهق كثير مهم انه نكون عم نساعده انه يعبر من خلال المسرح أكيد. هل المسرح بتعتبري شغله اساسيه وبتساعده للمراهق انه يخفف من القلق يمكن مش المسرح يمكن الرياضه مثلا هل هي الاكتيفيتي الولد بينجذب لها نعم. آه بمحل اكيد آه بوجه على هذا الموضوع آه وخصوصا اذا كان قادرين انه يكونوا عم بيحطوا ابنهم او يبعثوا ابنهم على على مركز قادر يكون عم بيتعلم آه ال النشاط, اللي النشاط يعمل. الحبيب النشاط الحبيب بس بدك تساعد الولد يتقبل انه يروح آه يمارس هذا النشاط لكيه. لانه بمحل اوقات آه منه مستعد يترك اهله اوقات بحب يبقى لحاله وحتى بحب اوقات يمكن يقضي وقت مع رفقاته تحت يبعد شوي عن الاجواء حسب الولد شو حابب بدنا نساعده يتقبل هيدي الفكره تحت يقدر يندمج صحيح مي هون بنرجع كمان لذات الفكره اللي بنقولها دائما بعض الاشخاص يعني ما بيرتاحوا مع الاخصائي قد ما بيرتاحوا مع اصحابهم او مع اخواتهم او انا يعني او ينقوا حدا من العائله ويقعدوا يحكوا معه بس اهم شيء هو الاشخاص يلي عم بيتابعوا حدا مريض بالعائله انه يكونوا عم بيعبروا أكيد. يعني يعبروا عن المشاعر عن الاحاسيس تبعونهم لانه هذه كتير اساسيه لانه طول الوقت عم بيكونوا عم يحملوا عم, عم يتلقوا عم دايما صحيح التقل من الاهل عم يتلقوا المشاكل يلي هو كمان عم بيعيشها كل انسان عنده أكيد. مشاكله المراهق عنده كمان مشاكله فهو مهم كمان يكون عم بيعبر عن عن, عن عن الاحاسيس تبعه عن عن الخوف تبعه يلي عم يمرق فيه وعن هالمرحله الصعبه اللي عم يمرق فيها آه زينب بنهايه هذه الحلقه آه شو بتحبي تعطي بعض النصائح للعائلات يلي عندن شخص مريض بعيلتن أه بدي اقول لهم انه المرض هو شيء من الله نحن ما بنقدر نغيره قدين نحنا قادرين نكون ناضجين بهيدي المرحله من الاول نتقبل حتى على القليل نساعد حالنا ونساعد الشخص المريض لأن الشخص المريض إذا شايفنا نحن قلقانين هو رح يخاف أكثر على حاله قد إيه نحن بنقدر نفرجي إنه نحن أشخاص متماسكين هذه شغلة هي نقطة كمان كثير مهمة يعني الواحد كمان بده يكون آه قوي قدام المريض تيعطيه القوة بده يكون بوزيتيف تيعطيه أشياء الإيجابية فهي شغلتك الاساسيه كمان اكيد قد نحن كمان بمحل برجع بقول نقدر نكون متماسكين. عم نخلق اجواء حلوه عم نشوف المريض شو على شو بده يعمل تحت نكون نحن عم نلبيله هيدا الشيء عم نلبيله رغباته لانه هيدا الشيء كمان بيساعده من الناحيه النفسيه وقت كمان نحن نشوفه انه هو مرتاح بمحل رغم مرضه شايفنا مبسوطين هو رح يكون مبسوط نحن رح نكون مرتاحين أه حتى بنشوف بعض الاشخاص انه روحيا بيكونوا مرتاحين خلال الصلاه مثلا او أكيد. او بيقر... بيقروا بالانجيل او بيقروا بالكتب المقدسه يعني هاي شغله اساسيه كمان انه نوجه للمريض ل... صح ال... الاشياء الدينيه شفتيها هيدي موجوده بالدراسه تبعولي اكيد في كثير اشخاص بتلتجي للصلاه في كثير اشخاص خلص بتكرس حياتها لهذا الموضوع لانه بتعتبر الراحه هي بالصلاه وبالايمان والقوه بتجي من عند ربنا حلو كثير زينه بنهايه هذه الحلقه انا كتير بشكرك على كل المعلومات اللي حضرتك اللي اياها على بحثك الممتاز اللي عملتيه بالجامعه اللبنانيه بكليه الصحه العامه بالمتابعه النفس الجسديه اكومبانيمون بسيكوسوماتيك بشكرك مره تانية وبشكر اكيد كل المشاهدين واذا الله راد بنلتقى بحلقه جديده